انا مش هاخد من وقتك كتير، بس انت ما بتجيش الورشه ولما بتيجي تبقى مستعجل، وانا مش برضه ان انا اتصل بيك عشان ما اعملش ازعاج. انتي شايفه الشغل هنا عامل ازاي؟ انا مشغول طول الوقت في الشركه، بس خير قولي لي اقدر اساعدك في ايه؟ باشمهندس فاروق، انت عارف طبعا انا بعايزك قد ايه. ياسمين انا قلت لك قبل كده. لا 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 لا، ما تخليش عقلك يروح لبعيد. انا جاي اتكلم معاك في موضوع تاني خالص. باشمهندس عائشة عرضت عليا ان اشتغل معاها في الشركه، طبعا دي فرصه بالنسبه لي. في نفس الوقت صعب اني اسيب الورشه، بس للاسف الورشه ما فيش فيها غير تدريب بس. لا انت مش هتروحي في حته يا ياسمين. هنعمل ورشه فيها شغل تدريب وبس، بس هنا في شغل. تشتغلي معايا هنا. جد؟ انا ما توقعتش انك تعرض عليا عرض زي ده. هو ده الصح يا ياسمين. اتمرنتي معانا. هنعرف نشتغل سوا. جد يا باشمهندس؟ بجد يا ياسمين. وعلى فكره ما تقوليش يا باشمهندس واحنا لوحدنا تاني. خليها بس في الشغل. ماشي. يلا اتفضل روح شوف شغلك. انا اذنك. خلاص بقى يا أروى، اهدي شوية. أنا بس صعبت عليا نفسي قوي يا إيش، يعني مش عارفة إزاي كنت مغيبة كده. ده أنا كنت لعبة في إيده وبيحركها بمزاجه، خلاني حاسة قد إيه أنا قليلة. لا يا حبيبتي، أوعي تقولي على نفسك كده، أنتي مش قليلة. هو اللي قليل كذاب ورخيص كمان. ده أصلاً ما يتزعلش عليه، قلتلك أنتي اللي كسبانة. ما أنا لازم أزعل، ده حقي. ما أنا اتعشمت برضه، كل يوم مكالمات وكلام حلو، والصبح يبعت لي مورنينج تكست، وبالليل لازم يطمن عليا قبل ما ينام. كان مهتم بيا وبكل التفاصيل، كان محسسني قد ايه انا مهمه في حياته. ده كان بيفضل يقول لي قد ايه انت بتغيري مني يا قاش. لعب عليا جامد قوي. انا عارفه طريقته، هو بيتعامل كده طول الوقت مع كل البنات. اهم حاجه دلوقتي انا عايزاكي ان انت ما تضعفيش قدام، لان هو هيحاول مره واثنين وثلاثه. عايزاكي تبقي قويه، وبعدين انت مهمه جدا في حياتي، مش كفايه؟